بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. تكملة الكتاب 43، كتاب الرؤيا، الباب الثاني، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 56 بعد 6000، قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هل هذا خاص بالنبي أم بسائر الأنبياء؟ الراجح أنه بسائر الأنبياء، فلا يتمثل بصورة أي نبي كان. يبقى النبي هنا بيتكلم عن نفسه بالنيابة عن سائر الأنبياء، فليس خاصا بنبينا، بل هذا الحكم فيه سائر الأنبياء. يعني من رأى سيدنا إبراهيم فقد رأى سيدنا إبراهيم، من رأى سيدنا موسى يبقى رأى سيدنا موسى، وهكذا. لأن لو كان الشيطان أعطاه الله القدرة أن يتمثل في صورة نبي لخلط على أتباع النبي وحي الله، يأتيهم في صورته وهو نائم ويخبرهم بأشياء يظنون أنها من الوحي، فالله عاصم الوحي ومن يوحى إليهم من أن يستطيع الشيطان أن يتكلم على ألسنتهم أو أن يتمثل في صورته، منعه من ذلك منع قدري قهري، يعني ومقهور في ذلك، الشيطان لا يستطيع. وعشان كده حديث الغرانيق اللي يتقال فيه ان الشيطان قال على لسان النبي: تلك هي الغرانيق العلى بنفس نغمة النبي حال فترة سكون النبي بين الآيتين، هذا الحديث باطل واضح، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل صوت النبي، وإلا يخلط في الوحي، يستحيل. فهذا الحديث باطل، ولو صح إسنادا فما بالك أنه لم يصح إسنادا أيضا، فهم؟ ده لو صح إسنادا نقول عليه باطل، فما بالك هو حديث لا إسناد له، أو إسناده واهي هالك من رواة الهالكين، حتى يشكك الناس في الوحي ويجعلوا احتمال أن الشيطان يتكلم على لسان النبي في حال يقظته وهو بيقرأ في الصلاة، يقوم يتكلم عليه. معقول إيه ده؟ إذا كان في المنام لا يتمثله، هتمثله في اليقظة؟ ده في الأحلام ما يعرفش يتمثل في الأحلام، والأحلام أضعف من الواقع وإن كانت أوسع، لكنها أضعف من الواقع، فهمت؟ وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. وقال فقال أبو سلمة:
قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق. كلمة فسيراني في اليقظة فيها إثبات من السنة على جواز رؤية النبي في اليقظة، وهذا وقع لكثير من الأولياء بعدد لا يحصى رؤية النبي يقظة، وينكر ذلك الوهابية لأنهم محرومون من رؤيته مناما أصلا، فما بالك أن يتصوروا أن يرى يقظة. لكن هو أولا رؤية الأنبياء يقظة بعد وفاتهم هل وقعت ولا لم تقع، وهل هي في قدرة الله ولا مش في مقدور الله؟ نجدها أنها في مقدور الله لأنه على كل شيء قدير، ونجدها وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، التقى بجميع الأنبياء وهم في برزخهم وكان النبي يقظا. يبقى وقعت ولا لم تقع؟ وقعت. يبقى طالما تقع ايه الداعي لإنكارها بقى اذا كانت وقعت وهي ايضا تحت قدرة الله والله على كل شيء قدير؟ ايه الداعي للإنكار؟ يقول لك اصل ما حصلت ليش، هو اللي ما يحصل لكش يبقى معناه لا يقع. اهو بالضبط زي الكفار قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله، يعني مش هيؤمنوا الا لما يوحى اليهم. الشغل غريب، هو حاجة لم تقع لك تقوم تنكرها؟ طب ما الوحي لم يقع لك تنكر الوحي؟ شيء عجيب الشكل. فرؤية الأنبياء يقظة وقعت، والنبي رآها في الإسراء والمعراج وكانوا في برازخهم بعد وفاته، فإذا وقعت للنبي ووقعت لكثير من الأمة على مر العصور بحيث يستحيل أن الجماعة دول كلهم يتواطوا على الكذب. الإمام السيوطي قال راجعت النبي يقظة في 100 حديث. صور يجي له يقعد يشنعش النبي يقول له هل قلت ذلك يا رسول الله؟ يقول له لا قلت او لم اقل. الامام السيوطي جلال الدين السيوطي وغيره كتير بقى راوا النبي يقظ. لكن ليه بقى التشنيع على ايه؟ على بعض من قال اني رايت النبي يقظ ويشنعوا عليه. يقول لك اصل ده مستحيل، ايه اللي خلاها مستحيله؟ إذا كانت وقعت للنبي يبقى أنت بتكذب بقى بالإسراء والمعراج، ولا بتكذب بقدرة الله، ولا بتكذب بإيه؟ فهمت بقى إزاي؟ فرؤية النبي يقظة جائزة. طب فسوف يراني في اليقظة جائزة أهو، وفي رواية فسوف يراني، من رآني في المنام فسوف يراني، فرواية فسوف يراني مطلقة كده قيل أنه يحضره حال خروج روحه فيثبته ويطمئن. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري قال حدثنا عمي، فذكر الحديثين جميعا بإسناديهما سواء مثل حديث يونس. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في النوم فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وقال إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به في المنام. الحلم ده الشيطان بيلعب بالإنسان، فما فيش داعي أن يخبر بقى إيه بالأحاديث بالمنامات الملخبطة، يعني ساعات واحد يقرا المنام كده يلاقي فيه لخبطه كتير. فهمت ازاي؟ ومش متناسق ومش واضح ومشوش. يبقى مفيش داعي تخبر بقى، تخبر عليا، تخبر على تشويش، ده تلاعب الشيطان. فهم؟ لكن الرؤيه الحق تجدها واضحه، تصحى كده تبقى عارفها وتعرف تحكيها ومدركها وفاكر الكلام اللي حصل فيها، بخلاف تشويش الشيطان بقى. فهم؟ وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. تأتي مسألة هنا أنه قد يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على غير صفاته التي كان عليه، كان يراه مثلا لحيته بيضاء وكانت لحية النبي ليست بيضاء،
لأن الشيب في النبي لم يكثر. كل شيب النبي حتى توفاه الله حوالي 16 شعرة، وبعدهم قال 13، وبعدهم قال 14، واختلفوا يعني أعداد بسيطة. وكانت في ناصيته أو مفرقه كان إذا ادهن وراهن الدهن، يعني كأن النبي غالب شعره كله أسود. طب افرض بقى أنا رأيت النبي كل شعره أبيض في الرؤية، والنبي بيقول فقد رآني، فيبقى رؤية النبي نوعان: رؤية حقيقية إذا رأيته على صورته التي خلقه الله عليه، ورؤية تأويلية لها معنى إذا رأيته على غير صورته. فهمت بقى؟ يبقى رؤية النبي في المنام على طريقين: إما إن رأيته كما وصفه الصحابة، كما رآه الصحابة، فدي رؤية حقيقية ولا يراه على هذه الصورة إلا من كمل، من كمل عند الله، الكمل هم اللي يروا على الصورة الكاملة دي. طيب إذا رآه على غير صورته، كان رآه شاحبا شاحب اللون، أو رآه مثلا أسود الوجه، أو رآه بدون لحية، حالق لحية، فهمت إزاي؟ يبقى دي رؤية لها معنى، رؤية حقيقية بس لها معنى، تحتاج تأويل بقى، بس هي رؤية حقيقية. فإذا رأى مثلا إيه حالق اللحية، معناه مقصر في السنن الظاهرة، فهمت إزاي؟ فكأنه بيرى نفسه، فهمت إزاي؟ جاءه النبي يعني كأنه يقول له أنك أنت قصرت في بعض إيه السنن الظاهرة، فعليك أن تحتفظ بمظهرك على وفق سنتي، فهمت إزاي؟ كأنه بيبلغ هذه الرسالة. أو إذا رأى مثلا مريض، يبقى معناه المرض في دينه هو، في دين الرأي، يعني بيقول له قوي إيمانك فإن إيمانك فيه مرض، فجاءه في صورة مريض علشان يبين له، أو في صورة عاجز يتكئ أو لا يستطيع أن يمشي أو منهك، يبقى دي ليها معنى، هي رؤية حق بس ليها معنى، ليها رسالة لرأيها، فهمت ازاي؟ وتكون هذه الرسالة خاصة برأيها وليس بالأمة، ما عممهاش للناس كلها، فهمت؟ تكون خاصة برأيها، والله تعالى أعلى وأعلم. باب لا يخبر بتلاعب الشيطان به في المنام. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي جاءه فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. وعن أبي قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره، يعني جريت وراه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية أبي بكر إذا لعب بأحدكم ولم يذكر الشيطان. باب في تأويل الرؤيا. تأويل الرؤيا يسمى علم التعبير، يبقى تأويل الرؤى له اسم عند العلماء يسموه علم التعبير. وعن أبي قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أو أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث أن رجلا
أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حا قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمنة. تنطف وتنطف تنفع بكسر الطاء وضمها لغتان صحيحتان. إني أرى الليلة في المنام ظلة، ظلة يعني سحابة، تنطف السمنة يعني تقطر السمنة يعني يتقاطر منها السمن، تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، يتكففون يعني مدوا أكفهم عشان يأخذوا من السمن والعسل، كويس؟ يتكففون يعني يأخذون بأكفهم، هذه معنى يتكففون. فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، يعني رأى في المنام بعض الناس تأخذ كتير وبعض الناس تأخذ قليل. وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، يعني حبل، سببا يعني حبلا أو سلما. وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم إيه أخذ بهذا السبب وعلى ارتفع. ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به. سيدنا عثمان يقتل، هيقتل، فهمت بقى؟ يقتل كمان إيه؟ غيلة يعني. فانقطع به ثم وصل له فعلى، فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلأعبرنها. سيدنا أبو بكر عايز يعبرها امام النبي عشان ياخد ايه تقرير انه من اهل العبارة، يعرف يعبر الرؤى، فهمت ازاي؟ عايز يعبرها امام النبي، او ان النبي صحح له بعض الاشياء يوم يعلم، او انه يقره فيعرف انه ايه انه موفق في هذا. فقال ابو بكر يا رسول الله بابي انت والله لتدعني فلأعبرنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبرها. قال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، على قد ما واحد حفظ كتير واحد حفظ قليل، واحد فهم كتير واحد فهم قليل، فالمستكثر من القرآن والمستقل. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، اللي هو الإسلام الدين، فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. اختلف بقى العلماء إيه الخطأ اللي اخطأ فيه، لكن أنا أميل للرأي إن الظلة بتنطف إيه سمن وعسل، فالسمن والعسل رمز للقرآن والسنة، هو قال القرآن بس ما قالش السنة، ده نقص في العبارة، ده في نظري يعني والله أعلم، لأن هي بتنطف حاجتين، هو خلى الحاجتين حاجة واحدة، فهمت إزاي؟ خلاها القرآن بس، والقرآن بغير السنة لا يفهم، فهمت؟ والنبي قال أوتيت القرآن ومثله معه، فهمت؟ ده محتمل كده. بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. بعض العلماء قالوا الخطأ إنه هو إيه يعني أراد أن يعبرها ولم يترك النبي يعبرها،
لكن لو كان هذا خطأ ما كانش النبي أقره، قال له عبرها، يبقى مش خطأ، هو النبي قال له أقره. فعلى هذا التأويل ما نوافق ومشي على هذا التأويل، لأن النبي أقره فصار خطأ، النبي لا يقر على خطأ. فهمت؟ قال فوالله يا رسول الله لا تحدثني ما الذي أخطأت؟ قال لا تقسم. النبي ما رضاش يقسم، يقول له ليه بقى؟ بالرغم ان النبي أمرنا ان ايه؟ ان نبر قسم من اقسم. طب النبي لم يبر قسمه ليه؟ بالرغم انه من حقه ان يبر قسمه، لان في تأويلها الحقيقي مفسدة اشد، هيضطر يخبر النبي بقطع ايه؟ حبل، بمقتل عثمان ومن يأتي بعد عثمان والفتن، ويحدد اسماء، وده هيؤدي الى مفسدة اعظم. فالنبي ما رضاش، عشان كده ما رضاش يقول. يبقى ممكن لا تبر قسم الانسان امتى؟ اذا كان حينبني على ابرار قسمه مفسدة اعظم. وعن ابي قال وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من احد فقال يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، بمعنى حديث يونس. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أو أبي هريرة رضي الله عنهم. قال عبد الرزاق كان معمر أحيانا يقول عن ابن عباس وأحيانا يقول عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة غلة، بمعنى حديثه. وعرفنا من الرواية اللي قبل دي إن وقت هذا الحديث إمتى؟ منصرف النبي من أحد وهو راجع من أحد، في الرواية اللي إيه اللي قبل دي. فتعدد الروايات مهمة، عرفنا زمن الرواية المنام. وعن أبي قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان وابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها لا قال فجاء رجل فقال يا رسول الله رأيت ظلة، بنحو حديثهم. يبقى النبي كمان أوتي علم تعبير الرؤى وأراد أن يبلغه للصحابة ولأمته، فكان يقول من رأى رؤيا يأتي إلي أعبرها له، حتى يلقن أمته علم تعبير الرؤى صلى الله عليه وسلم، لأنه ده علم من العلوم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيه اختص به في الأنبياء سيدنا يوسف وعلمناه التأويل، مش كده برضو؟ علم له قواعد وفي نفس الوقت يحتاج إلى توفيق من الله، وبقدر علاقتك بالله، لأنه أصل الرؤية دي من الله، خد بالك، فتحتاج توفيق من الله أن تعبر، لكن له بعض القواعد تلتزمها. فهمت إزاي في التعبير؟ ممكن نبقى مرة نكلمكم إيه هي قواعد تعبير الرؤية، لها قواعد لكن ليست هي الوحيدة، هذه القواعد هي التي تعينك على التعبير، لازم معاها توفيق من الله. باب رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة ابن رافع فأتينا برطب من رطب ابن طاب، نوع من انواع الرطب الجميله في المدينه، يعني انواع الرقيه من الرطب، اسمها رطب ابن طاب، يعني نوع راقي من انواع الرطب الغاليه اللي في المدينه، منسوب لايه؟ لابن طاب، هو الذي ايه زرعه يعني، وتفنن في زراعته فطلع ايه جميل، فنسبوه الى من زرعه، رطب ابن طاب، زي احنا نقول اليوستفندي، لأن اليوستفندي ده أول من زرعه واحد اسمه يوسف، كان عالم في الزراعة وابتدى يشتغل في الزراعة فطلع كده زرع جديد اسمه إيه؟ يوسف أفندي، فسموه حتى الثمرة سماها إيه؟ يوسف أفندي، طلعت الثمرة اسمها كده، وإحنا نقول عليه يوستفندي،
فهمت ازاي؟ فممكن ينسب ايه يعني النبات يسمى باسم من زرعه. فهمت ازاي؟ فأتينا برطب ابن برطب من رطب ابن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. أهي دي من ضمن قواعد تأويل الرؤى أهو، يجيبها من اسمها. يجيبها من اسمها. دي نوع من القواعد من طرق التأويل. قال له رطب ابن طاب والرطب حلو وقال ذاق حلاوة الإيمان، يبقى الرطب رمز للإيمان الحلو، واسمه ابن طاب يبقى طاب لنا ديننا. فهمت بقى ازاي؟ يعني أثمر ونضج إيه ووصل إلى إيه درجة الحلاوة يعني. أدي نوع من تأويل الرؤى يعني بالإيه بالاسم يعني. زي ساعات مثلا تكون أنت في مشروع ما، داخل في مشروع أو في امتحان أو حاجة، وأنت ليك صاحب مثلا اسمه وفيق، فتشوفه في الرؤية ده مش صاحبك، ده التوفيق. يعني أيام أنا ما كنت في الدكتوراه مثلا، بامتحن في الدكتوراه وكنت مستني النتيجة، ولي صديق اسمه وفيق مسعود رحمه الله، مات ودفن بالمدينة العام الماضي أو قبل الماضي. فأنا منتظر النتيجة، فشفت في المنام إن أنا في أزمة وجاء وفيق مسعود صديقي ده وأعانني وشال معي. فأنا إيه قمت من المنام عرفت إن أنا ناجح. فهمت إزاي؟ لأن وفيق معناه توفيق، مش وفيق هو صاحبي، بس هو جاء صاحبي ده في هذه الصورة يقصد معنى اسمه مش ذاته. فهمت بقى المسألة؟ فدي نوع من أنواع تأويل الرؤية، والحمد لله لما رأيت الرؤية دي نجحت في الدور، واخد بالك؟ بعدها بنت النتيجة بأسبوع ونجحت. يعني دي طرق من طرق تأويل إيه الرؤى. فهمت؟ ومسعود السعادة يعني. ربنا يرحمه ويرحمنا ويحسن خاتمتنا جميعا. فهنا برضو شوف اولها من اسم رطب ابن طاب، الرطب جميل والنبي يقول ذاق حلاوة الايمان، ويبقى الايمان هو الدين، وابن طاب يبقى الدين طاب. شفت بقى جاب التأويل ازاي؟ فهمت علم التأويل يجي ازاي؟ وعنه به قال وحدثنا نصر. وبعدين جاب الرفعة منين؟ ان الرطب بيطلع من نخل عالي، فجاب الرفعة منين؟ مش زي النباتات اللي بتبقى ايه مالهاش ساق، ممكن يرعى نبات ليس لا ساق له، مش كده برضه؟ يسموه النجم على الارض كده زي البطيخ مثلا، لكن ايه الرطب بيطلع عالي في العلالي. مش بتقولي يعني نخلتين في العلالي؟ واخد بالك؟ دي اغنيه عاملينها. يبقى لما سمع الرطب طالع في العالي يبقى ايه يعني رفعه الدين، علو الدين. فهمت بقى؟ فكل حاجه ليها معنى. فهمت بقى المساله؟ وعن ابي قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال اخبرني ابي قال حدثنا صخر بن جويريه عن نافع ان عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اراني في المنام اتسوك بسواك، فجذبني رجلان احدهما اكبر من الاخر، فناولت السواك الاصغر منهما، فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر. يبقى دي رؤيه تعليميه. رؤيه احيانا تاتي الرؤيه تعليميه. الرسول صلى الله عليه وسلم راى نفسه ايه في المنام هنا انه بيتسوق، فجوله رجلين عايزين السواك منه عشان يتسوق، واحد كبير واحد صغير، فالنبي بدأ بالأصغر لأنه رحيم، النبي شفوق. لكن إيه؟ في الرؤيا قال له إيه كبر، ابدأ بالكبير من باب الإكرام، لأن هنا المناولة من باب الإكرام وليس من باب الشفقة. فهمت إزاي؟ فالنبي قدم الشفقة فأعطى للصغير. وهنا المقام مقام إكرام، والإكرام يكون أولى للكبير. فهمت؟ فتدي رؤية تعليمية. وعن أبي قال حدثنا أبو عامر عبد الله ابن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي يعني خاطري، ذهب وهلي يعني ذهب خاطري أو فهمي أو اعتقادي أو ظني، يسموه الوهل.
فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، لأن سيف الرجل هو صولته، واخد بالك، ومن ينصرونه، فكأن السيف اللي في إيد النبي صحابته، رمز الصحابة، فهمت زي اللي هم نصرة النبي، جيشه قوته، فهمت؟ وأحيانا السيف يأتي في إيد إنسان في الرؤية، وإذا كان عالما معناه قوة لساني وقوة حجته، فأحيانا السيف يأتي معنا قوة الحجة، وأحيانا معناها القوة، قوة الصولة والنصرة، له معاني كتيرة يعني السيف، وأحيانا يكون السلطان، يعني يؤتى سلطانا، واخد بالك ازاي، في الدنيا وهكذا، له معاني كثير يعني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، لأن في 70 قتلوا يوم أحد استشهدوا، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح، اللي هو جيش فتح مكة بقى، واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها أيضا بقرا، والله خير، والله يعني خير، يعني والله لا يفعل إلا خيرا، بقرا يعني البقر يبقر يعني قتلا، فالبقر جاي من البقر، لأنه يشق الأرض، يبقر الأرض، والبقر في المنام له معاني كتيرة، سيدنا يوسف أوله بسنين عجاف وسنين إيه، والنبي هنا أوله بمن بقر بطنه، أي قتل من صحابته، فهم؟ فله معاني كتيرة البقر. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، وكأن من قتل من صحابتي في أحد خير لهم، حيث استشهدوا واستراحوا من الدنيا وفازوا برضا الله والشهادة، عشان كده قال والله خير، يعني والله لا يقدر إلا الخير. فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، اللي هم قتلوا يعني، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. وعن أبي قال: حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. مسيلمة لما جاء ما كانش لسه كذاب، كان مسلم جاي المدينة مسلم، فالنبي راح يستقبله لأنه زعيم كبير في قومه، فهم؟ ما كانش لسه كذاب، الكذب ده بعد كده بان منه، فهم؟ يعني ما كانش لسه ادعى النبوة، لسه ما كانش كذاب الفترة دي. قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، فقدمها في بشر كثير من قومي. جاي بقى إيه مسلم وبيقول: على فكرة لو هو خلى الأمر لي بعده، يعني أقود أنا الناس وأبقى أنا قائد الناس بعده، أستمر في اتباعي، فهمت إزاي؟ فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس كان خطيب النبي، كان كل في الوفود، لما تأتي الوفود كل وفد له الخطيب بتاعه، فكان يجي خطيب الوفد يتكلم، يقوم النبي يخلي إيه قيس بن شماس يرد على خطيب كل قوم، فكان هو إيه المتكلم إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرد خطباء الأقوام، ده سيدنا قيس بن شماس. ومعه ثابت بن قيس بن شماس، ده ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، جريدة، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه. النبي من إكرامه للضيوف يروح يستقبله، فالنبي راح استقبله وكان في يد قطعة جريد صلى الله عليه وسلم. قال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. لما إيه جاي يسلم بشرط أن يأخذ الحكم من بعده، النبي قال له: لا، تسلم رغبة في الدين مش رغبة في الدنيا، كده الإسلام هيبقى خطأ، بدايتك غلط،
اللي يسلم يسلم رغبة في الدين ورغبة في إرضاء الله، مش رغبة في دنيا يصيبها، فهم؟ عشان كده النبي عايز يرده للمقام العالي، فقال له انت لو اسلمت وطلبت من مقابل اسلامك تاخد مني الجريده اللي في ايدي دي ودي لا قيمه لها، ما اعطيتك. المساله مش دنيا، احنا مش بتوع دنيا، فهمت بقى؟ قال لو سالتني هذه القطعه ما اعطيتكها، ولن اتعدى امر الله فيك، وايه وانا عارف قدر الله فيك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاف رؤية قبل كده، فعرف ان دي تأويلها، هو الجدع ده صلى الله عليه وسلم. ولن اتعدى امر الله فيك، ولئن ادبرت، يعني ادبرت عن اتباعي بلا شرط، ليعقرنك الله. فهمت بقى؟ ليعقرنك الله يعني يقتلك، وده اللي حصل، قتل مسيلمة واللي قتل وحشي. ولئن ادبرت ليعقرنك الله، واني لا اراك الذي اريت فيك ما اريد، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه، ساب له بقى ثابت بن قيس يديله بقى عشان يفهمه ان ده دين، وليس ايه الدخول فيه لا يكون من اجل دنيا، ولكن من اجل رضا الله عز وجل، من اجل اتباع الحق. فهمت؟ عايز يفهمه يعني. فقال ابن عباس فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيك، ما أريت؟ إيه هو النبي رأى في إيه يعني؟ فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب. شاف النبي في الرؤية إن إيه في إيديه سوارين من ذهب، والسوار ما يلبس في إيه؟ في اليد. فأهمني شأنهما، خد بالك سوار الذهب معناه يذهب، هم يذهب، يبقى الذهب في المنام معناه هم يذهب، دي رؤية، دي معناه تأويلها كده، فاهم؟ رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا ذهبا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء، اللي هو الاسود العنسي ادعى النبوه برضه في صنعاء، والاخر مسيلمه صاحب اليمامه. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر احاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم اتيت خزائن الارض، فوضع في يدي أسوارين من ذهب. خزائن الأرض في الدنيا تذهب، كل من عليها فان، فهمت ازاي؟ فكبر علي وأهماني. يبقى أتيت خزائن الأرض دي حاجة، وبعد الله سوارين ذهب في يدي أهموه، كويس؟ فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ وكأن الرؤيا أحسن وقت تخبر بيها، تخبر بيها بعد صلاة الصبح عشان بتكون حديث عهد لسه بتذكرها، فما تستناش لحسن تيجي تخبر بيها بعد شهر تلاقي نسيت، فهمت ازاي؟ فلو أنت رأيت رؤيا صالحة فدونها، حتى لو لم تحكيها لأحد دونها واكتبها بعد صلاة الصبح عشان انت لسه فاكرها، قبل ما تختلط عليك احداثها وتيجي بعد كده تحكيها بعد مدة تلاقي نفسك ايه اختلطت احداث عليك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل من رأى منكم رؤيا البارحة بعد صلاة الصبح، عشان تبقى لسه الناس عقلها وذهنها يعني متيقظ من النوم وغير منشغل بأعمال الدنيا ولا يوجد تشويش، ومتذكرين ما رأوه، لأن لم تأتي أحداث بين ما رأوه وبين
هذه الرؤية فتتشوش عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على كتاب الفضائل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.